يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. شديد الحرارة على جنوب الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية ومائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم والمدن العالمية.